قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من لعنه الله، لعنه ولم يقل من لعنهم، من لعنه بصيغة الإفراد، وهذا باعتبار النظر إلى لفظ من، فإن اللفظة مفردة فأفرد هنا. وغضب عليه ولم يقل وغضب عليهم، كذلك باعتبار لفظ من. وجعل منهم جمع هنا باعتبار معنى من. انظروا فيه تغير، إفراد لعنه غضب عليه ثم جمع منهم، فالإفراد باعتبار النظر إلى لفظة من، ومنهم باعتبار النظر إلى معنى من.